ولذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه وذكر الذهبي أن إسنادها صحيح القصة، لما دخلوا بلاد فارس جاء الناس وهم خائفون هلعون، قال ما لكم؟ قال الناس خائفون من ماذا؟ قال يقولون إنهم يضعون السم في الطعام والشراب والماء وكل شيء، يضعون فيه السم، الناس ما تأكل ما تشرب خايفة من أهل فارس أنهم يسمونهم. قال إيتوني بسمهم، فأتوه بالسم فقال بسم الله وشرب، قال فلم يضره ذلك شيئا. وقد سألت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قلت له هذا الفعل من خالد ألا يعتبر إلقاء اليد بالتهلكة؟ كيف يشرب السم؟ قال لا، أراد نصر الدين الله، أراد أن يبين لهم أنه لا نافع ولا ضار إلا الله، وأنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أراد نصر الدين الله فلا يضره ولا بأس بذلك في مثل هذه الأحوال.